ريمونتادا قويه بيعملها الاهلي قدام المقاولين العرب على ارضيه استاد السلام والاهلي. خلينا نكلمكم على كواليس اللقاء الناري اللي خلص بفوز الاهلي بنتيجه 3-2. طبعا في البدايه كده النهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ كان حريص اللي هو يدخل في وصله مهارات كده قبل بدايه المباراه، كان في حاله من الود والروح الرياضيه القويه جدا ما بين الجهازين من قبل اللقاء. الكابتن يعني عماد النحاس والجهازين يعني اتقابلوا كده في نص الملعب وبداوا يسلموا على بعض، وكان في حاله من القويه الروح الرياضيه. كابتن عماد النحاس كان حريص اللي هو يروح يتوجه لاحد عمال يعني غرف الملابس الاهلي عشان يسلم عليه من قبل بدايه المباراه. لكن لو كلمتكم على اجواء اللقاء الناري النهارده، يعني حارس المقاولين العرب اتعرض لعمليه اغماء كده في اول اللحظات، خطف كل الناس اللي كانت متواجده كانوا قلقانين عليه جدا. لكن لو كلمتكم النهارده طبعا المباراه مشدوده جدا من اول يعني المباراه لحد اخر لحظه في اللقاء. دكه المقاولين من وقت للتاني كده فادي نجاح واكتر من حد من لعيبه المقاولين اللي قاعدين على الدكه بيتكلموا مع حكم اللقاء وبيعترضوا على حكم اللقاء. يعني بداوا كده يقولوا له يعني يا كابتن انت عايز تراضي لعيبه الاهلي وخلاص. بدا بقى الكابتن عماد النحاس ينفعل عليهم بشكل قوي ويقوم يزعق لهم كده ويقول لهم يعني ما حدش يتكلم خالص مع الحكم، شجعوا لعيبتكم بس وشجعوا زمايلكم بس. كان في النهارده يعني على طول مؤازره قويه بين النهارده من ناصر ماهر اللي كان حريص اللي هو يكون متواجد في المدرجات النهارده. كان في النهارده كابتن احمد ايوب والكابتن سيد معوض من جهاز المنتخب حريصين برده اللي هو يكونوا متواجدين كده في المدرجات ويتابعوا اللقاء من المدرجات. كابتن محمود الخطيب النهارده طول اللقاء متفاعل كده بجسده كده في اكتر من كره مع الكور اللي بيعملها الاهلي الشوط الاول. لكن اول بقى لما جه الجون الاول للمقاولين بانت الصدمه القويه جدا على كابتن محمود الخطيب والاحتفالات والسعاده القويه جدا على كل دكه المقاولين. لكن مستر موسيماني وقف وبدا يزعق بشكل قوي جدا لكل لعيبته وبدا يعني ينفعل على لعيبه الاهلي بشكل كبير جدا. اول بقى طبعا لما جه الشوط الجون الثاني للمقاولين بدات الاجواء تتغير خالص وبدات احتفالات قويه تظهر على دكه المقاولين، وبدا بقى جمهور الاهلي المتواجد في المدرجات كده يهتف ويقول العب يا اهلي لسه بدري. وكان باين بقى ان الدنيا بدات تقلق كده على دكه الاهلي اللي بدات تنفعل على طول وتعترض باستمرار. اول لما احتسب ركله جزاء في الشوط الاول للاهلي بدا بقى يعني يحصل اعتراضات قويه جدا من دكه المقاولين. دكه المقاولين بالكامل بتتكلم مع حكم اللقاء والحكم الرابع وبيعترضوا عليه بشكل قوي وبيطالبوه الاتجاه للفار على طول. اول لما بدا بقى يتجه للفار بدا على طول كابتن سيد عبد الحفيظ هو كمان يعترض ويتكلم كده مع الحكم الرابع ويعترضوا على بعض. بدات الدنيا لحد ما يعني تشد. كابتن علاء يعني مساعد كابتن عماد النحاس النهارده دخل في شده كده مع احد جمهور الاهلي اثناء توجه الحكم الفار بسبب اللي هو بدا يقول له يعني اهدى كابتن علاء كده شويه. بداوا يتكلموا ويشدوا مع بعض، لكن على طول الكابتن عماد النحاس بدا يعني يطالبه بالهدوء وبدا يهديه كده عشان الدنيا تعدي. الشوط الاول لما انتهى الشوط الاول كابتن على طول سيد عبد الحفيظ بدا يتوجه لحكم اللقاء ويتكلم معاه في هدوء خالص اثناء خروجه كده. بدا بقى جمهور الاهلي اكتر من حد يهاجم حكم اللقاء وهو خارج الشوط الثاني. كان شوف بقى التوتر والانفعالات القويه جدا من اول لحظه وجمهور الاهلي بيهتف للاعيبته العب يا اهلي لسه بدري، على طول توتر وعلى طول قلق قوي جدا وعلى طول تفاعل من اعضاء مجلس اداره الاهلي اللي متواجدين. يعني الضماطي النهارده بقى كان باين عليه التفاعل كده في احدى الكور اللي بدا يعني يتشد ليها كده واثناء جلوسه. لكن اول بقى لما جه الجون الاول للاهلي احتفالات قويه جدا عند دكه الاهلي. بدا كل دكه الاهلي تقوم وتكلم بقى لعيبتهم ويقول لهم يلا ارجعوا على طول، وبداوا ينادوهم كده ويطالبوهم بالتركيز. الكابتن سيد عبد الحفيظ بدا يزعق للاعيبه كده في الملعب ويقول لهم ركزوا وباصوا كتير باص باص، يعني بدا يقول لهم كله باصوا. كان باين الشده قويه جدا على كل دكه الاهلي وباين بقى يعني الاحتفالات القويه بقى اول لما جه الجون الثاني على كل اعضاء مجلس اداره الاهلي اللي قاموا كده من مكانهم واحتفلوا بشكل قوي جدا. وكان باين عليهم يعني السعاده القويه جدا، بداوا يقوموا ويحتفلوا وبداوا يعني يسقفوا لكل اللعيبه. بدا كل الجمهور اللي في المدرجات يهتف للعيبه الاهلي. بدات لحد ما القلق تظهر على الكابتن عماد النحاس اللي بدا يقوم ويزعق للعيبته باستمرار. بعد الجون الثاني على طول يعني كل دكه الاهلي واقفه، كل دكه الاهلي بتتفاعل، كل دكه الاهلي بتنادي لعيبتها من وقت للتاني وبتطالبهم بالتركيز، محدش قاعد خالص على دكه الاهلي. لكن اول لما جه الجون الثالث بقى احتفالات قويه وهستيريه على كل لعيبه الاهلي اللي بدات يعني بالكامل يتجهوا كده لقفشه بعد احرازه للجون الثالث واحتفلوا معاه مستر موسيماني وكل دكه الاهلي. وصلوا يعني لحد كده يعني المصورين وبداوا يحتفلوا مع قفشه ومع كل اللعيبه كده بالهدف الثالث اللي كان باين عليهم السعاده قويه جدا. اما حد الدولي بقى بدا يقوم وبدا يرقص من الفرحه كده وبدا يحضن يعني احد زملائه اللي موجودين جنبه. كان باين السعاده وكان باين الارتياح وكان باين الاحتفالات القويه اللي موجوده على كل جمهور الاهلي النهارده بعد الجون الثالث اللي كان خلاص بدا بقى الارتياح يظهر على كل يعني جمهور الاهلي اللي بداوا يهتفوا على طول للعيبه. لكن بعد الجون الثالث كنا يعني متوقعين كده ان الدنيا هتهدى، لكن ده اللي ما حصلش. كل لعيبه الاهلي
الوقفه. والغريب النهارده اللي يعني جوان الاهلي الثلاثه، الجون الاول في الدقيقه 60، الجون الثاني في الدقيقه 70، الجون الثالث في الدقيقه 80، كل اللعيبه بقى واقفين على امل خطف جون رابع كده للاهلي. تفاعلات قويه واعتراضات كتير جدا من دكه الاهلي اللي اعترضت اكتر من مره رغم الفوز على المقاولين والتقدم بنتيجه كده 3، لكنهم كانوا معترضين كتير في اكتر من كوره. كابتن عماد النحاس بدا يقعد وبدا يظهر عليه يعني كده الصدمه بعد المنتدى القويه جدا اللي بيعملها الاهلي النهارده. كان باين اللي هو هادي خالص في اللحظات الاخيره، ما كانش فيه اعتراضات ولا كان فيه تفاعلات خالص من دكه المقاولين العرب. اول لما انتهى اللقاء بقى احضان وسعاده قويه بين ما بين كل لعيبه الاهلي اللي بدات على طول تتوجه لبعض ويحضروا بعض ويهنوا بعض كده بالنتيجه. اكتر من حد من لعيبه الاهلي بدا يسكت كده وكان باين عليهم السعاده القويه جدا. جمهور الاهلي بقى النهارده هو اللي كان حريص جدا بعد انتهاء اللقاء اللي هم يسقفوا لعلي لطفي بشكل قوي جدا، سقفوا له وحيوه بدأوا يهتفوا له كده بعد نهاية المباراة. يعني رومونتادا قوية جدا ومباراة قوية جدا النهاردة بيعملها الأهلي قدام المقاولين العرب بعد التأخر بالنتيجة من 2-0 للرومونتادا ب 3-2 في الشوط الثاني. مليون مبروك لكل جمهور الأهلي وكل لعيبة الأهلي وهارد لك لكل يعني لعيب المقاولين العرب وكل مسؤول مجلس إدارة المقاولين العرب.